أهلا بكم من جديد لمتابعة هذه التغطية الخاصة عبر قناة ومنصة المشهد ما بعد اغتيال نصر الله. الآن نتحول إلى العراق، حيث تم تداول فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لفصيل مسلح عراقي يهدد إسرائيل باستهدافها بالأسلحة البيولوجية أو الكيميائية. هذا الفيديو أثار الجدل حول إمكانية التطور النوعي في تعامل الميليشيات المسلحة في العراق مع إسرائيل. وفتح الباب أيضا للتساؤل حول إمكانيات تلك الفصائل التي تستطيع استخدامها في الصراع القائم حاليا. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد دكتور معن الجبوري، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية. أهلا بك دكتور معنا. هذه الفيديوهات التي نشرت اليوم لها صديان، الصدى الأول يؤثر على الداخل العراقي والصدى الآخر على الامتداد، مثل ما كنت عم بحكي مع الأستاذ ماجد ضيفنا بالاستوديو قبل قليل، ما يسمى بوحدة الساحات. حضرتك كيف شفته؟ مساء الخير سيدتي والسادة المشاهدين والضيف العزيز. حقيقة هذه الإشكالية كبيرة يعيشها الواقع العراقي، سواء حكوميا كما هو معلوم أو على حتى الصعيد الشعبي، لأنها تشكل هاجس قلق لدى المواطن العراقي وتوجس من مستقبل قد يدخل العراق فيه في دائرة ما حصل الآن، أي دائرة الحرب، حتى إذا كانت تكتيكية أو حرب نوشات. على هذا الأساس هذه الفصائل والميليشيات للأسف هي أقرب إلى إيران مما هي عليه إلى العراق والحكومة العراقية، وكثيرا ما تشكل حرج طبعا إلى الدبلوماسية العراقية في الوقت الذي تعطي فيه ضمانات وتعطي فيه إمكانيات الكبح جماعها واستقرار الوضع الأمني، ولكن تبادر هذه بين الفينة والأخرى باختراق حتى ما كان يسمى بالهدنة المؤقتة. كان هناك أشبه باتفاق ما بين الحكومة العراقية من جهة وما بين هذه الميليشيات بأن تتريث نسبيا من ضرباتها الموجهة إلى المصالح الأمريكية في العراق حتى، وأيضا إلى إسرائيل لغرض إتمام المفاوضات الجارية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية حول انسحاب أو تغيير معادلة انتشار القوات الأمريكية والتحالف الدولي. هذه تمتلك إمكانيات، نعم لديها صواريخ متوسطة المدى، لديها مسيرات تقوم بها وأحيانا تصل إلى العمق الإسرائيلي، طبعا هناك مساعدات إيرانية واضحة جدا في هذا المجال، لأن هذه الميليشيات حقيقة تتمتع باستقلالية نسبية في استخدام السلاح سواء ضد إسرائيل أو ضد المصالح الأمريكية بالعراق، بل وحتى كما ذكرت ضد المصالح العراقية، لأن استقلالية قصدك دكتور معنا عن الحكومة والسلطة في العراق، صحيح؟ نعم حتى بدليل سيدتي أن الحكومة عندما أعلنت أن هناك ما بين هذه الفصائل وما بين الجانب الأمريكي والحكومة العراقية، هذا يعني أنها خصم طرف كبير، يعني لا يمكن لمؤسسة عسكرية على سبيل المثال أن تعمل هدنة مع تحالف دولي وأن تكون الحكومة هي الضامن، لأن هذه عبارة تطلق على الخصوم كما هو حادث الآن على سبيل المثال بين لبنان وإسرائيل، بين حماس وإسرائيل، تسمى ممكن أن نسمعها هدنة. أما أن تكون هناك قوات تدعي أنها بأمرة القائد العام للقوات المسلحة وتمويلها وتجهيزها وتدريبها وجميع الدعم اللوجستي والمادي من الحكومة العراقية، إذن هنا إشكالية كبيرة كما ذكرت، وهذه كثيرا ما تعلن ببيانات واضحة وصريحة، لديها مقرات، لديها غطاء سياسي واسع وكبير،
تعمل بالعلن. انطلاقا مما ذكرته حضرتك دكتور معن، يعني اليوم كان في بيان لممضي باسم المقاومة الإسلامية في العراق تقول إنها استهدفت 4 أهداف حيوية بالصواريخ والطائرات المسيرة في الأراضي المحتلة حسب ما جاء في البيان، ولكن الخطير ربما أو الأخطر ربما بهذا التهديد الذي رأيناه اليوم، طبعا نحن عم نقول هذه فيديوهات على وسائل التواصل ما بنعرف مدى صحتها ولم يتسنى تأكيدها، ولكن عند التهديد بأسلحة بيولوجية أو أسلحة كيماوية، ألا يشكل ذلك خطرا على العراق من استدراج رد فعل قد يكون يعني أكبر بكثير مما يتحمله العراق الذي أصلا يتخبط في مشاكل داخلية وخارجية كبيرة؟ إذا ما صنفنا هذه التهديدات حقيقة وإذا ما تمت، هذا شيء ليس بالسهل، إنها أولا تعتبر جرائم حرب ويكون فيها محاكمات دولية طبعا، وستكون ردود الأفعال كبيرة جدا ضد العراق. هنا أعود إلى ما بدأت به من أن هاجس المواطن العراقي صعب وخطير جدا، لأنه في حال يحاول أن يتنفس الصعداء مستغلا بعض الرخاء الأمني ومحاولة جلب الشركات الاستثمارية إلى العراق، تعود هذه النغمة من جديد وإلى التهديد والتلويح ببيولوجية وكيميائية، وطبعا دفعنا ثمنها غاليا في العقود الماضية كما هو معلوم. هنا أيضا يجب أن يأتي دور الحكومة بصراحة، يعني الحكومة ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية في ظل الوضع القائم والذي نعرف مدى حساسيته وعلاقة عدد كبير من هذه الفصائل بالجارة إيران؟ سيدتي، أولا على الصعيد الدبلوماسي من حق الحكومة العراقية أن تشكل عامل ضغط على إيران. العراق يمثل الحديقة الخلفية لإيران، يمثل الرئة الاقتصادية لديها إيران، لديها هذه الأذرع السياسية التي تحدثنا عنها والميليشيات التي تمتلك السلاح، هذه كلها يستطيع الجانب العراقي أن يتفق مع إيران لكي تدخل على خط الأزمة وتحد من تصرفات هؤلاء، فيما إذا امتنعت إيران على سبيل المثال أولا ممكن تدويل القضية ضد إيران، هذه ناحية من حق العراق دبلوماسيا أن يقوم بها، وثانيا أن يصدر تلميحات إلى إيران بأن العلاقة قد تسيء وأنها ليس بالجانب الأمثل، وأن تتوقف إيران عن دعمها لهذه الفصائل بناء لمتطلبات مصلحة العراق. نعم. هنا الحكومة أيضا من ناحية أخرى تمتلك الأدوات، تمتلك الآلة العسكرية، ولكن هل لديها القدرة بشكل سريع، هل لديها القدرة على فعل ذلك في ظل ما يتردد عن يعني ما بدي أقول هيمنة ولكن علاقات وثيقة بين الحكومة العراقية وإيران؟ هذا من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى إذا ممكن تعطينا هيك فكرة قد تكون واصلة لحضرتك، هل تستشف وأنت تحدثنا من بغداد أن هناك تحت شعار وحدة الساحات إمكانية لتطور المشهد من العراق لدعم الساحة اللبنانية أو دعم غزة خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة؟ إذا ما تعقد المشهد أكثر وإذا ما طلبت إيران حقيقة، وهذا دائما ما تلوح به إيران، يعني هذه المعادلة هي ليس وليدة العراق أو سوريا واليمن ولبنان، لأنها أدوات تقوم بها إيران للضغط على المجتمع الدولي في الحقيقة، هو ليس إسرائيل. إيران لم تعمل ضد إسرائيل يوما، يعني منذ 5 عقود ومجيء ثورة الملالي في إيران والتلويح بالعصا الغليظة وإزالة إسرائيل من الوجود وأمريكا الشيطان الأكبر، يوم أمس صرح الرئيس الإيراني بأن أمريكا خدعتنا، وعندما طلبت منا أن لا نضرب إسرائيل ولا نقوم برد فعل حول اغتيال هنية وكذبت علينا. إذن هناك مفاوضات واتفاقيات من خلف الكواليس، وهناك
الكثير من الأدوار التي تقوم بها أمريكا عفوا إيران للاستفادة من الوضع الراهن. فهي تعتبر هذه الأذرع أدوات تحريك في المنطقة وتلويح بها طبعا، وممكن أن تستخدم، نعم استخدمت في العراق ولا تزال خدمة لمصالحها يعني. نعم حتما، أولا لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضدها، للمفاوضات على المفاعلات النووية التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الحصول. سنرى كيف ستجري الأمور. أنا شاكرة جدا لمشاركتك معنا من بغداد دكتور معن الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية. أعود لضيفي في الاستوديو أستاذ ماجد. كنا نتحدث عن موضوع وحدة الساحات ومن ضمنها طبعا العراق واليمن ولبنان وغزة وما إلى ذلك. يلفتني دائما أنه في 2006 عندما اختطف حزب الله جنديين إسرائيليين وبالتالي قامت حرب تموز 2006 على هذا الأساس، قال إن هذا الاختطاف جاء لتصفير السجون الإسرائيلية من المعتقلين اللبنانيين. وأيضا في 7 أكتوبر 2023 الماضي عندما قامت حماس بما قامت به، قالت إن هذه العملية هي لتصفير السجون من المعتقلين الفلسطينيين. بال 2006 لم نستمع إلى شعار وحدة الساحات، لماذا كان هذا التداعي مباشرة يعني اليوم ليقال إن هناك وحدة ساحات وهناك دعم وهناك قضية فلسطينية؟ لم يرفع الشعار حتى من قبل حماس أن هذه العملية 7 أكتوبر هي لتحرير فلسطين. يعني أولا شعار وحدة الساحات تبين عن خواء كامل، يعني هذا تبين بالتجربة مش بس بالتحليل، يعني هذا تحليل كنا نحكيه في بداية الحرب، في بداية الحرب لا. ضد غزة، لكن اليوم تبين بالتجربة أنه خواء بكل معنى الكلمة. هلا باجي ليش، بس خليني أعمل حاشية عن الحشد الشعبي العراقي، الفصائل العراقية. الفصائل العراقية هي جزء من تخريب المشرق العربي، يعني هي عبارة عن أذرع ذراع لإيران ودرع عن إيران، بمعنى أنه هي اللي يعني بتساهم غير أنه بتقوية نفوذ إيران في بلدان المشرق العربي من العراق لسوريا إلى لبنان، وإنما بتشتغل أيضا لتخريب. إحنا شفنا تخريب البنية الدولتية والمجتمعية بالمشرق العربي. اليوم إحنا سنة وشيعة، طوائف في المشرق العربي مش عرب في مواجهة إسرائيل، وإنما طوائف سنة وشيعة. أيضا ما عاد في دولة، الدولة ضربت، هاي مثل ما هلا ضيفك كان عم بيحكي من العراق، الضربة ضعيفة أمام الميليشيا. على كل هذا المشهد يتكرر بأكثر. بس خليني أكفي هاي الشغلة. الفصائل هاي العراقية هي التي طردت الفلسطينيين اللاجئين من العراق بعد 2003، اشتغلت كأذرع لا إيران، وهي التي طردت اللاجئين الفلسطينيين اللي من النكبة من 48 مقيمين بالعراق، اللي هن 40-50 ألف فلسطيني في العراق، تم طردهم شر طردة من العراق. هذا واحد. الفصائل هاي اشتغلت على قمع انتفاضة 2019. هلأ إيش وحدة الساحات؟ إذا إيران اللي هي أبو الساحات انسحبت أو نأت بنفسها عن تلك الحرب، سوريا نأت بنفسها عن تلك الحرب، الفصائل العراقية حكينا عنها قبل شوي، ما في شيء اسمه وحدة الساحات. إسرائيل هي التي تشتغل على توحيد الساحات، بمعنى أنه هي اللي بتشتغل على ضرب عدة ساحات أو تخوض عدة حروب على عدة ساحات. للأسف هذا هو واقعنا. لذلك أنا بقول أنه هذا شعار واهي، مثل الكلام عن أنه إسرائيل أوهن من خيوط العنكبوت. للأسف إحنا عم ياخذونا لفوضى وديماغوجيا بشعارات من هذا النوع، مثل هذا الشعار أنه إسرائيل لم تحقق أهدافها بعد. شكرا يعني لهذه الإيضاحات، سنبقى في هذه التغطية، تفضل بالبقاء معنا.